لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي فريق الرجاء ضيفه نادي أمازولو الجنوب أفريقي، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. ويبحث فريق الرجاء الرياضي عن نتيجة الفوز ضد الفريق الجنوب أفريقي، حيث سيكون مطالب بتقديم مستوى جيد عندما يستقبل نادي أمازولو على أرضية مركب محمد الخامس. ويذكر بأن فريق الرجاء يتواجد في المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، وذلك إلى جانب حورية كوناكري ونادي وفاق سطيف الجزائري، بالإضافة لنادي أمازولو الجنوب أفريقي. وتقام المواجهة بين الفريقين يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة 8 مساء على أرضية مركب محمد الخامس، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا. للإشارة، المواجهة بين الفريقين ستنقل على قناة بي إن سبورتس القطرية بشكل حصري.